هي السيارة، سيارة السجل قد ظهرت. سأستعمل الهاتف وسأستعمل سلاح سنايبر لكي أظهر لكم البلاط بالضبط. شاهدتموها، سان أندرياس سيجي، وهذا يعني بأن السيجي بالفعل هو موجود في هذا المنزل. وهذا هو منزل. السلام عليكم يا شباب، معكم ياسين من قناة ياس بلاي. سعدت لكم بحلقة جديدة من لعبات جيتا اي 5. في حلقة اليوم ان شاء الله عندي لكم شيء رهيب جدا ومميز. انتظروا، اولا سأغير الاجواء للاكسترا ساين لكي تظهر لنا الامور بشكل جيد. اكتشفت سيارة سي جي، نعم فقط عشوائيا اثناء اعادة تختيمي للعبة جيتا اي 5 لكي اكتشف هل هناك اسرار اثناء قيامنا بعمل المهام في مهمة بالضبط. سأعيد تلك المهمة لكم. اكتشفت بان سيارة سي جي تظهر بالقرب من منزلي. انتظروا، اولا سأدخل لهذا الكراج لكي اخذ سيارة. والآن دخلت للسيف جيم الأخيرة عندما قمنا بتختيم المهام 100%، وعدت للجروف ستريت وعدت لمنزل سي جي، فاكتشفت بأن سيارتها غير موجودة، وهذا يعني أن سيارة سي جي تظهر فقط في هذه المهمة على ما أعتقد. أنتم كذلك قموا بعمل المهمة عندكم وقولوا لي أنا ألعب على الحاسوب. تأكدوا العبوا على الحاسوب إذا عندكم وختموها، وقولوا لي هل ظهرت لكم سيارة أم لا. سيارة سي جي تلك السيارة الخضراء، وبالفعل كيف عرفت بأنها سيارة سي جي؟ لقد وجدتها مركونة في هذا المكان بالضبط في منزل سي جي، واتمنى فقط ان لا يهجم عليها هؤلاء العصابات. وهي خضراء اللون كذلك في هذا الحي، بالرغم من ان في هذه السنوات سنوات جيتا اي 5 قام هؤلاء الاشخاص بالسيطره على هذا الحي، لكنني وجدت سيارات سي جي الخضراء في هذه المنطقه. كان شركه روكستار جيمز تقول لكم بان فعلا هذا المنزل هو منزل سي جي، وهذه السياره هي سياره سي جي. ساضل لكم جميع هذه الامور. المهم، بعد دخولي لهذه السيف جيم اكتشفت بان السياره غير موجوده الان، وهذا يعني أن أثناء إنهائكم اللعبة فإن السي جي يذهب من هذه المنطقة. من الممكن أنه يهاجر لمكان آخر، وهذا الشخص فإنه يشبه السي جي كثيرا لكن ليس هو السي جي. ما الذي سيحدث إذا قمت بأخذ منشأ الهاتف وحاولت تصويره؟ يشبه السي جي قليلا لكن ليس هو السي جي بطبيعة الحال. المهمة التي أريد أن أظهرها لكم هي هذه، يجب علينا المجيء إلى هنا. ريبلاي ميشن هي هذه، اسمها الهود سفاري. الهود فإنها تعني الحي، أو كما نسميها باللغة المغربية الحومة، الهود سفاري. هيا لكي نعيد تلك المهمة. وستلاحظون بأن سيارة سي جي موجودة في ذلك المكان. كالعادة ها هو لامار خرج من المنزل، وأنا أتساءل كذلك ماذا يفعل لامار في منزل عمته، بالرغم من أن فرانكلين غير موجود وسط من المنزل. في هذه اللحظة سيأتي تريفر وسيسقط. تلك الكاتسين لقد رأيناها واكتشفناها، لهذا السبب سأمر، لا يهمني الأمر. أي تشامبيون، اصعد اصعد يا صديقي تشوب. وإذا ركزتم هنا على البليت الخاصة بهذه الفان فيها لامار جي، لكي تعرفوا بأن في هذه المهمة العديد من السيارات فيها في البلايت الاسم الحقيقي الخاص بصاحبها لامار جي، يعني أن هذه الفان خاصة بلامار. والآن سنأخذ معنا تريفر وسنذهب للجروف ستريت، لأن لامار يريد الاتجار في تلك الممنوعات كما نعلم جميعا. أحب أن أسميها الطحين الأبيض، لكي لا تقوم اليوتيوب بحذف الاستثمار من مقاطعي. أحب أن أسميها الطحين الأبيض. هيا لكي نتجه نحو الجروف ستريت. أوه ابتعد أنت، لماذا ضربتني أيها الكلب؟ حسنا هيا قول يا أيها الكلب. شيد شيد، الناس لقد هربوا، أنني حاولت تسديد عليه بالسلاح. ولا تنسوا كذلك إذا أعجبكم هذا المقطع الخاص باليوم فدعمونا بالضغط على زر لايك وانشروا مع أصدقائكم لكي يظهر لأكبر عدد من الأشخاص. أوه عندنا سوبرمان، أول مرة سأراه. سموه البراون ستريك ريتيرنز، هو فيلم رهيب جدا. كيب أن آي أوت فور ريليز، فيلم رهيب خاص بسوبرمان الأصفر. وها نحن دا، إذا جئتم لهذا المكان ستلاحظون بأن السي جي لقد ذهب وتحرك مع أصدقائه ريدر كذلك والبيك سموك. والسي جي هو الشخص الذي يقوم بسياقة تلك الدراجات النارية. قمنا باللحاق بهم وقمنا بالعديد من التجارب الرهيبة. سأضع تلك الفيديوهات هناك في الكارت. والآن هي لكي نتجه نحو الجروف ستريت لكي أظهر لكم سيارة سي جي. وها أنا دخلت للحي الآن. نعم لقد ظهرت كما قلت لكم. لن أدخل لتلك العلامة الصفراء لكي لا تبدأ المهمة. سأنزل من السيارة وشاهدوا معي شيء. أتمنى فقط ألا تفشل المهمة الآن. شاهدوا يا أصدقاء، ها هي السيارة، سيارة سي جي لقد ظهرت. سأستعمل الهاتف وسأستعمل سلاح سنايبر لكي أظهر لكم البلاط بالضبط. شاهدتموها، سان أندرياس سي جي، وهذا يعني بأن السي جي بالفعل هو موجود في هذا المنزل، وهذا هو منزله حقيقة. وإذا كنتم تريدون مني نصيب لعبة جيتا اي سان أندرياس وإعادة تختيمها لكم، فقط قولوها لي في ردود، إن شاء الله سأنصبها وسأختمها لكم. لكن ليس الآن حتى الصيف، لأنني أعلم بأن الصيف لا توجد دراسة إلى آخره، وبالخصوص في شهر رمضان العديد من الشباب عندهم الوقت لكي يشاهدوا اليوتيوب. من الممكن أن أختم لكم جيتا اي سان أندرياس لكي نستمتع معا مرة أخرى. هاي سيارات سي جي 100%، والبلاط في الأمام كذلك فيها سي جي. شاهدتم سان أندرياس سي جي حبيبي. واو وهي خضراء اللون كذلك.
بالفعل ان السيجي كان مع العصابات الخضراء، وهاي سيارته تظهر فقط في هذه المهمة. حاولت المجيء لهذه المنطقة اثناء تختيم اللعبة وكذلك اثناء بداية اللعبة ولم اجد مع الاسف شديد هذه السيارة. اذا اعجبكم هذا السير فلا تنسوا ادعمونا الان، دمروا زر لايك ودمروا النشر، دمروا هذا المقطع لكي اعود ان شاء الله لهذه الاسرار والخفايا الخاصة بجي تي اي 5 في سان اندرياس، وساضيف لكم جميع هذه الامور. وترقبوا معي كذلك لعبات جي تي اي سان اندرياس قريبا في القناة في الصيف ان شاء الله في رمضان، لا تقلقوا. المهم هي سنعود الان للسيارة وسندخل لكي نرى هل فعلا سيظهر لنا السيجي ام لا. اذا استعملتم مع الاسف نوكليب فلن تستطيعوا يا اصدقاء دخول للمنزل ولا فعل اي شيء. اذا دخلتم بالفعل المنزل فانه ممتلئ شيء ما، هذه الامور اظهرتها لكم في احد المقاطع السابقة. هناك مجلات، هناك العديد من الامور السرية، وعندنا هنا كاوتش، فقط هذه الامور الموجودة في هذا المنزل الخاص بالسيجي. اذا حاولتم البحث على السيجي فلا يمكنكم، هذه المنطقة الاخرى هنا من المنزل فانها فارغة. واتوقع بان شركة روكستار جيمز لم تتعب نفسها لكي تصنع لنا منزل كبير جدا، بل صنعت فقط هذا المكان البسيط، لان في الكاتسين سيتم فتح هذا الباب وسيظهر لكم ذلك الشخص هنا، ولا يمكنكم رؤية ماذا يوجد في الداخل. لهذا السبب أنا أتوقع بأن في إمكاني رؤية السيجي مثلا جالس هنا في هذا المكان يتكلم مع هذا الشخص ويقول له بأن يجب عليك خيانة هؤلاء العصابات وإعادة السيطرة على غروف ستريت، كل شيء ممكن. المهم هي لكي تبدأ الكاتسين الآن. This is the homie house. في هذه اللحظة ريفر هو الذي سيكتشف بأن هذا الشخص لقد خاننا، وكالعادة فإن السيجي خائن. إذا تذكرتم السيجي خطير جدا وخائن كذلك. نحن لقد وصلنا لمكان الكاتسين ستبدأ، وها هو ذلك الشخص سيفتح الباب. فتح الباب في الكاتسين ولن يفتح لكم الباب كثيرا لكي لا تستطيعوا رؤية من هو الشخص الموجود في الداخل. أنا متأكد بأن السيجي موجود في الداخل. ها أظهر له الآن المال وتلك الأمور. ها هو فتح الباب جيدا والكاميرا لا ترينا الداخل. الكاوتش لا نستطيع رؤيتها. شاهد الخلفية، شاهد الخلفية، هل هناك السيجي؟ السيجي لحد الآن غير موجود. ولقد غش الآن ذلك الشخص. في الفوق أظهر لنا بالفعل الطحين الأبيض، لكن في الأسفل خانة. وشاهد تريفر خطير جدا صراحة. شاهد بدأوا في العراكات. اكتشف بأن هناك الطحين مخلط مع الطحين الأبيض وأراد خيانتهم. المهم لا يهم، الأمر سنمر في هذه الكاتسين. ولحظة الحقيقة الآن ستأتي العصابات وسيبدأون في الهجوم. شاهدوا الكلاب، هاو ذا تشاب لقد بدأ في الهجوم. سأدمر هؤلاء العصابات على السريع وبعدها سنتحرك. أريد اكتشاف، نعم سيارة سي جي لا زالت موجودة هنا. أنا متأكد بأن السي جي مختبئ، هو مختبئ في ذلك المكان ينتظرنا فقط حتى نذهب وبعدها هو كذلك سيارة. أحسن العمل، هيا لكي ننطلق. سندمر هؤلاء الأشخاص وبعدها سنهرب. سأدمر هؤلاء العصابات بسرعة البرق، لا تقلقوا. شاهد لقد ضربوا أصدقائهم. ما هذا النوع من العصابات الأغبياء؟ جيد لن أغير لك يا صديقي تريفر، لأنني أعجبني هذا السلاح الموجود عند فرانكلين. لا تقلق سأقتل ذلك الشخص وسأساعدك. البات رويال صراحة الخاصة بجي تي اي تلك الموضات نفعتني كثيرا. الآن أصبحت أدمر هؤلاء الأعداء بسهولة تامة، وخصوصا أن في البطل رويال طريقة تحرك الشخصيات فإنها صعبة شيئا ما وسريعة. الآن في إمكاني التركيز بسهولة بسيطة جدا. الآن سنذهب على اليسار. هيا تعال يا تريفر. تريفر لقد تركنا هناك يا أصدقاء. هو يصرخ ويصرخ لوحده المسكين. أعتقد بأنني أصبت بالجرنيد لانشر. الآن علينا أخذ هذه الدراجات والهروب. أسرع يا صديقي أسرع. كنت أول صراحة أخذ سيارة سي جي لكنني غيرت رأيي. هيا تعال يا تريفر. شاهدوا تريفر أخرنا الآن، لا أستطيع التحرك ولا فعل أي شيء. علي انتظار تريفر حتى يأتي وبعدها سنذهب. تلك الآنسة لا زالت جالسة بالخلف مني، لا تريد الذهاب. هيا اذهبي، من الممكن أن يسدد علينا رجال الشرطة بالنار. كان عليك الهروب يا أنستي. سنحاول إتمام هذه المهمة إن شاء الله بنجاح. إنهم هاهم العصابات جايين. موت يا أيها الكلاب. دمرهم. أحسنتم. مشكل لقد خرجت على الطريق. هيا عد للماء، عد للماء. سأركز الآن في السياقة فقط. عندنا ثلاثة نجمات. الاستراتيجية التي سنفعلها الآن هي أننا سنفترق. لقد هربت. تعالي يا أنستي. مسكين لقد هربت بعدما شاهدت الهليكوبتر الخاص برجال الشرطة. هربت يا أصدقاء. الآن سأفترق معهم، نلتقي لاحقا يا أصدقاء. تريفر ذهب على اليمين، لامار سيذهب من هناك على اليسار، وأنا سأذهب مباشرة لتلك السفينة لكي أبتعد قليلا على لامار. أو من الممكن أن أدور على هذه السفينة وسأخدع رجال الشرطة، لأن هناك قارب خاص برجال الشرطة وسيأتي عندي الآن.
رجال الشرطة في هذه اللحظات سيركزون علي فقط وسينسون لامار وسينسون كذلك دريفر. أجهتهم لامار أين ذهب الآن؟ هو ذهب هناك. سأحاول فقط الهروب منهم، وأفضل طريقة لكي تهربوا منهم هي البقاء هنا بالقرب من هذه الجزر. وإذا وجدتم سيارة أنصحكم أن تأخذوا تلك السيارة وأن تهربوا. هناك العديد من الدراجات المائية في هذا المكان، سأضع دراجتي وهناك سيارة كذلك. شاهدتموها؟ يا 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 ميشن باس يا حبيبي، يا سلام عليك. لم يروني، وضعت استشارك الخاص بي هنا، ولهذا السبب لم يستطيعوا اكتشاف دراجتي المائية واستطيع القيام بالمهمة بنجاح. وهناك كذلك سيارة في تلك المنطقة في إمكانكم أخذها إذا لم تهربوا من رجال الشرطة، فستستطيعون الهروب من رجال الشرطة بسهولة تامة باستعمالكم السيارات. استمتعت صراحة بتسجيل هذا المقطع لكم، وهانذا عدت للجروف ستريت وتلك السيارة لقد اختفت، هي غير موجودة الآن، تظهر لكم فقط أثناء قيامكم بعمل مهمة الهود سفر. الإستر إيج الأولى هي ظهور سي جي مع ريدر وكذلك مع البيك سموك يسوقون تلك الدراجات ويذهبون في هذا الاتجاه. والإستر إيج الثانية هي ظهور سيارة سي جي هنا بالقرب من منزله. وحتى ولو حاولتم استعمال سبونر مود أو النوكليب ودخلتم وسط من المنزل وحاولتم البحث على السي جي فلن تستطيعوا رؤيته ولا إيجاده. لكن الآن سأودعكم، أتمنى أن المقطع الخاص باليوم أعجبكم. إذا أعجبكم فلا تنسوا دعمنا بالضغط على زر لايك وانشروا مع أصدقائكم. نلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله. We'll be right back.